تقرير عن هداف في التصفيات، هو هداف في دوري ابطال اسيا، جوميز المهاجم المنتظر منه الكثير في مباراه الاياب. نتابع التقرير. تميز بروح اللامارسييز وصقل مواهبه في بلد الأناقة، أبدع في الدوريات الأوروبية ووضع بصمته في المنطقة الخليجية. الفرنسي بافتيمبي غوميز من مواليد 6 أغسطس عام 85 ميلادية، بدأ مداعبة الكرة مع سانت إتيان ليمارسها بشكل أكثر احترافية عام 2004، حين حقق نجاحا باهرا هناك وسجل أرقاماً مميزة تهديفياً. فخلال أكثر من 5 مواسم لعب 239 مباراة رسمية وسجل 91 هدفاً، كما حقق عدة بطولات وشارك في أكبر المنافسات الأوروبية، لينتقل بعدها لنادي سوانزي سيتي الإنجليزي. وبعد مشاركته مع مارسيليا الفرنسي وقع مع غلطسراي التركي ليصبح محبوب الجماهير هناك ويبرز نفسه كواحد من أمهر المهاجمين ويقدم مستويات لافتة على المستوى الأوروبي، ليحط رحاله أخيراً في الدوري السعودي مع الزعيم الهلالي. حضر في الموسم الماضي وهز شباك الخصوم في 33 مناسبة محلية وخارجية، ليكملها هذا الموسم حتى الآن بستة أهداف على صعيد الدوري، إضافة لتربعه على صدارة هدافي دوري أبطال آسيا بعشرة أهداف وقيادته للمركب الهلالي نحو الحلم الآسيوي. غوميز الذي برهن على نجاحه منذ ظهوره الأول، إضافة لاندماجه المميز مع طبيعة المجتمع السعودي وتشجيعه وحماسه الدائم مع كل ما هو أخضر، مما يجعله مكسبا حقيقيا وواحدا من أكثر اللاعبين شعبية في الوسط الرياضي.